اثيوبيا كل يومين ثلاثة تقول لك أنا الأسبوع الجاي هنولد الكهرباء، السنة الجاية نولد الكهرباء. دي كان مفترض يتم توليد الكهرباء من هذا السد الخراب من 2014، وبعدين قال لك 15، وبعدين 16، وبعدين أكيد 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 زي ما كانوا يقول 17، وبعدين 18 مفيش كلام هنولد الكهرباء في 2018، وبعدين 19 يا نهار أبيض الكهرباء، انتظروا احتفال عالمي 2019 لتوليد الكهرباء، 20 يا نهار أبيض هنولد الكهرباء بعد خلال شهر 8 2020، ويعدي كل هذه السنوات ومفيش حاجة بتحصل، كله بخ. النهاردة أثيوبيا قالت لك والله احنا بكرة الحد قررنا هنعمل احتفال عشان هنولد كهرباء. طبعا أبي أحمد واحنا عارفين بياخد بطولات وهمية. أثيوبيا تباشر إنتاج الكهرباء من السد الأثيوبي على نهر النيل بكرة. آدي مسؤولون أثيوبيا تبدأ غدا الأحد توليد الكهرباء من السد الأثيوبي. مش نهضة يا جماعة، والله ده سد الخراب، والله ما هو نهضة، والله ما هو نهضة. مسؤولون ده الشرق الأوسط، أثيوبيا تبدأ توليد الكهرباء من السد غدا. طيب سيادة الوزير دكتور محمد نصر الدين علام، مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. ماذا يعني الإعلان الأثيوبي رقم 100؟ هو أولا عشان إيضاح برضه للسادة المشاهدين، يعني هي الحقيقة كان الملء الأول لما وصل لحوالي 8 مليار ده هو فعلا كان يكفي لتشغيل التربنتين المنقطتين، ولكن الحقيقة إن كان التربنتين دول فيهم مشاكل فنية جامدة. فلغاية النهاردة حسب معلوماتي أنا إنه لم يتم إصلاحهم يعني، إنما في ناس بس رفضوا إن هم الإدلاء بأسمائهم في الحكومة الأثيوبية، قالوا إن إحنا من بكرة هيبتدي التوليد، رغم إن كانت المعلومات المتاحة إن الصين لما قعدت تشوف هذه التربنتين دول فقالوا لا فيهم مشاكل تصنيعية ولازم يتم تعديلهم. فالله أعلم بقى إن هذه الأنباء صحيحة أو غير صحيحة، ولكن ده يبين الحقيقة إن هم الأثيوبيين ضيعوا سنتين بالكامل في انتظار توليد الكهرباء ومالوا المية والفواقد المية، سواء كان تبخير أو ترسيب موجودة خلال السنتين اللي فاتوا على كلام فاضي ما حصلش حاجة، واحتمال كبير قوي برضو إن تستمر الكلام ده لمدة أطول يعني، وده نتيجة الحقيقة عدم التعاون ونتيجة عدم التنسيق ونتيجة عدم وجود اتفاق ما بين دولتي المصب وبين أثيوبيا كما تم النص عليه في اتفاقية 2015. فده بيبين الحقيقة إن الكلام الأثيوبي لا يعتد به كثيرا. تاني حاجة الحقيقة في سوء في التخطيط وسوء في التصنيع، والناحية إن أثيوبيا الحقيقة إنها تولد كهرباء من التربنتين دول اللي هم بيشتغلوا على ضغط منخفض أو لا، أنا شايف إن إحنا كمصر والسودان ما عندناش مانع إن إحنا أصلا موافقين على السد من ناحية استخدامه وتوليد الكهرباء، بس بشرط عدم الإضرار. والإضرار هنا معناها الإضرار بالحقوق المصرية والسودانية. فالمشكلة إن أثيوبيا لغاية دلوقتي مش بتتملص من أي اتفاق مثل هذا وتحاول تتهرب منه، ولكن إن السد يفيد أثيوبيا ويفيد الشعب الأثيوبي ده طبعا هدف عندنا. إحنا عاملين كده مع العديد من دول حوض النيل ومساعدين حتى في بناء السدود. نعم. يعني فايدة الشعوب دي وتنميتها ده هدف مصري. نعم. ولكن ليس على حساب حياة الشعب المصري. طيب. ده أهم حاجة. خطورة سيادة الوزير إن أنا بشغل التوربنتين النهاردة أو بقول إن أنا بولد كهرباء بكرة، أبي أحمد مفترض هيعمل زي ما اتقال كده خطاب ووجهه للأثيوبيين ووجهه للعالم، وإن هو زي ما قال لهم إحنا هنولد كهرباء بيولد. هل انه يقدر ياخد هذه الخطوه وعنده توربنتين مش جاهزين او فيهم تعديلات او ما فهمش يعني فيهم مشاكل فنيه؟ وارد؟ لا ما يقدرش، هو لو التربينه مش هتشتغل هيحصل مشاكل جامده والتربينه تتضرر ضرر كبير. فالامر ده يعني غير وارد. ده ما يقال احد برضو الانباء المتناثره هنا وهناك ان واحده من التربينتين دول ممكن تشتغل. فلو عمل كده يبقى واحده من التربينتين دول هيشتغلوا، والكلام ده الحقيقه اللي ايوه اصل دي واحده هتدي له قد ايه كهرباء يعني؟ لا كلام فارغ بسيط خالص، لان كمان الارتفاع الميه بسيط قوي، فبنتكلم عن حاجات يعني ضعيفه بشكل جامد يعني.
ايه يعني الهدف؟ طب ايه الهدف من القرار والتحرك دلوقتي والكلام دلوقتي بصراحه؟ في عدة أهداف. أول هدف طبعا الوضع السياسي المتدني جدا في أثيوبيا، ويبين أنه هو مستمر في خدمة الشعب الأثيوبي بالرغم أن الكلام ده كان مفروض يتم من سنتين كاملين يعني. الهدف الثاني كمان أنه يبين أن الملء اللي عمله ده مش مجرد رمي بلوي على الناس يعني، لا ده هو بيعمله أصلا لفائدة الشعب الأثيوبي، ولكن الحقيقة أنه هو مالي السد بقاله سنتين مرحلة والتانية بدون أي فايدة، وبيعرض المية دي كلها للفواقع. دي حاجة الحقيقة، لكن أنا أتمنى الحقيقة إن الشعب الأثيوبي الحقيقة، لأن الحكومة الأثيوبية من الواضح إن ما عندهاش رغبة سياسية في التوصل لحل عادل يحل هذه المشكلة الحقيقة. لكن الشعب الأثيوبي لازم يعرف إن الشعب المصري والقيادة المصرية متضامنة تماما مع أي فائدة للشعب الأثيوبي يعني، إنما ليس على حساب الشعب المصري. تاني حاجة الحقيقة برضو توجيه نداء أخير، احنا توليد الكهرباء ما عندناش مانع، انما تعلي الممر الأوسط وتبتدي بقى عشان تملى زيادة، ده اللي هو فيه مشكلة كبيرة جدا، وده اللي ممكن يؤثر جامد على علاقة الدولتين في المستقبل القريب يعني. اذا ذهب الى تعلية الممر الأوسط دي مشكلة كبيرة بقى دي، معناها يعلي تاني وتالت مرة ويملى تالت مرة ويخش في متاهات ملهاش أي لازمة، رغم إن إحنا من السهل إن إحنا نتعاون ونمضي اتفاقية ونقدر نحل مشاكلنا مع بعض أو اختلافاتنا مع بعض بشكل مثمر، وفي اتجاهات كتيرة قوي، ولكن إذا خلطت النوايا للتوصل لحل سياسي يرضي جميع الأطراف. سيادة الوزير مرة تانية، إن هو الإجراءات اللي بتتاخد بما فيها حتى لو كان هيولد كهرباء بكرة إجراء أحادي أيضا. إجراء أحادي لكن ما يضرناش حقيقة. حتى لو ما يضرناش، ما هو يا فندم معلش أنا آسف سيادة الوزير، إنه هذه الإجراءات بتتاخد بدون التنسيق معاك ومع طبعًا السودان. طبعًا. مش كده؟ طبعًا. طبعًا. فهي طبعًا أيضًا استمرار سياسة الأمر الواقع. وغير قانوني بالمرة يعني، أنت النهاردة بتملى وتشغل وتطلع كهرباء وإحنا آخر من يعلم يعني. ده أمر طبعًا سيء للغاية، ولكن الحقيقة اللي أنا عايز أقوله إن ليس له أضرار على مصر بشكل مباشر أو غير مباشر. المية هتعدي، يعني هو مش هيحجز مية، هو بيعدي المية. بالظبط يا فندم. نعم. بالظبط. يعني التشغيل ده ما لهوش تأثير، ولكن هي مسألة ورقة سياسية بيلعب بيها. حضرتك تقدر تقول كده. سياسة داخلية. سياسة داخلية. يعني سياسة داخلية، وبعدين الوضع عنده سيء للغاية من ناحية يعني الشعبية ومن ناحية التنموية. فأنا في رأيي الرسالة الأهم الحقيقة عدم التفكير في تعلية الممر الأوسط، لان ده الحقيقه ممكن يؤدي الى مشاكل وخيمه يعني. واحنا كمان شايفين العالم كله يعني شكله ايه، فمش عايزين توترات اكتر من كده يعني. العالم كله متوتر. ومحدش فاضي لحد، خلي بالك. لا محدش فاضي لحد، كل واحد مشغول بنفسه النهارده. بالظبط يا فندم. واحنا مصر عندها يعني اللي تقدر تدافع بيها عن مصالحها. عندنا الحكمه وعندنا الاراده وعندنا قوه وعندنا كل حاجه. مش كده؟ كل حاجه. نعم يا فندم، والجيش والشعب. لا يعني ان شاء الله ان شاء الله خير. معلش انا اسف سياده الوزير مره تانية، برجع لهذه النقطه المهمه. احنا في كل المحافل بما فيها اجتماعات اليومين اللي فاتوا اوروبا افريقيا، كل مصر والكلام كله على سياده الرئيس وزير الخارجيه في كل التوقيتات والمحادثات عايزين اتفاق قانوني ملزم، وبالتالي احنا عايزين ده. اثيوبيا النهارده بهذه الاجراءات بتقول ان انا هعمل انا عايزاه، معرفش رد حضرتك على ده، ان هي بتعمل اللي هي عايزاه وبتعمله يا فندم. هو طبعا اجتماعات الرئيس في الاتحاد الافريقي والاوروبي او الاجتماع المشترك ده وكلام عن سد النهضه ليه تاثير بالغ يعني، خاصه ان حكماء افريقيا الكبار هم اللي حاضرين مع كبار اوروبا يعني. انما كان الاهم منه كمان الحقيقه والمباشر بشكل جامد اجتماعه مع رئيس الصين. لان الصين هي الاولى اللي عامله محطه الكهرباء بتاعت السد. تاني حاجه الصين صاحبه اكبر الاستثمارات في اثيوبيا. الصين زي ما احنا عارفين القوه العظمى الظاهره حديث. فشايف ان طبعا الدوله مش مقصره، سواء كان طبعا الرئيس بنفسه في جميع المحافل في جميع الاجتماعات، بالاضافه الى مجهود الخارجيه ومجهود الراي عالي جدا. فانا مطمئن الحقيقه من ناحيه الخارجيه، والحقيقه انا برضو بقول ان برضو انا مطمئن جدا من الناحيه، وخاصه ان كل حاجه ليها
ارجو ان الشعوب تستغل هذه الفرصه للوصول الى اللي يرضي الجميع ان شاء الله. لا، من ناحيه اطمئنان سيادتك، اطمئنان زي اللي عندي والمشاهد الكريم يبقى عارف كده، اطمئنان تام من جانب الدوله المصريه. والله جامد جدا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفق. وانا بقول والله نصيحتي للدوله الاثيوبيه تنتهز الفرصه للوصول لحل يرضي الجميع. هيقدروا؟ والله كلام واضح الحقيقه. نرجو منهم الحقيقه اختناق فيه فرصه للوصول لسلام عادل يحقق تفكير شعب اثيوبيا ويحافظ على حياه الشعب المصري اللي حصه الميه في نصيب المصري فيه اقل من 550 متر مكعب في السنه. الشعب المصري بيشرب بالتحتيه دلوقتي. احنا عندنا فقر مائي. بقول نشرب من التحتيه. النهارده احنا مش قادرين نستحمل ضغوط اكتر من كده يعني. يعني شكرا للقياده السياسيه انها ماشيه الامور بهذه النعومه، فنرجو تقدير الامر تقدير كافي. مين اللي يقدر ان مصر ماشيه الموضوع بنعومه؟ من جانب القوى العظمى ومن جانب اثيوبيا الحقيقه. عظيم. اشكرك سياده الوزير دكتور محمد نصر علام، كل التحيه لحضرتك. زي ما احنا بنشوف كده ده سد الخراب الاثيوبي، وانت كمواطن زي ما انا بكلم حضرتك على الهوا وانت بتشوف هذا السد، عليك ان تطمئن، وانا بقول لك بدل المره مليون مره. تاني، اطمئن في كل خطوات بتاخدها الدوله المصريه، تطمئن تماما انه ما عندكش ازمه ميه على الاطلاق، اطمئن تماما من انه اللي بيحصل ده لا يؤثر عليك على الاطلاق.